الحمد لله الحميد المجيد، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب المقام المحمود، وبعد. قال تعالى: ولولا أن ثبتناك. قال ابن كثير: يخبر تعالى عن تأييد رسوله صلى الله عليه وسلم وتثبيته وعصمته وسلامته من شر الأشرار وكيد الفجار، وأنه تعالى هو المتولي أمره ونصره، وأنه لا يكله إلى أحد من خلقه، بل هو وليه وحافظه وناصره ومؤيده ومظفره ومظهر دينه على من عاداه وخالفه وناوأه في مشارق الأرض ومغاربها، صلى الله وسلم عليه تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وقال الشوكاني في قوله: كدت تركا، أي لو قاربت أن تركنا إليهم. وقال في قوله: ضعف الحياة وضعف الممات، أي مثلي ما يعذب به غيرك ممن يفعل هذا الفعل في الدارين، والمعنى عذابا ضعفا في الحياة وعذابا ضعفا في الممات، أي مضاعفة. ثم حذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه وأضيفت، وذلك لأن خطأ العظيم عظيم، كما قال سبحانه: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، وضعف الشيء مثله، وقد يكون الضعف النصيب كما كقوله: لكل ضعف أي نصيب. وقال الواحدي في أسباب النزول في قوله: كادوا لا يستفزونك. وقال مجاهد: وقتادة والحسن هم أهل مكة، هم أهل مكة بإخراج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فأمر الله تعالى بالخروج وأنزل هذه الآية إخبارا عما هموا به. وقال ابن كثير: وقيل نزلت في كفار قريش هموا بإخراج الرسول من بين أظهرهم، فتوعدهم الله بهذه الآية، وأنهم لو أخرجوه لما لبثوا بعده بمكة إلا يسيرا، وكذلك وقع، فإنه لم يكن بعد هجرته من بين أظهرهم بعدما اشتد أذاهم له إلا سنة ونصف، حتى جمعهم الله وإياه ببدر على غير ميعاد، فأمكنه منهم وسلطه عليهم وأظفره بهم، فقتل أشرافهم وسبى ذراريهم. ولهذا قال: سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، أي هكذا عادتنا في الذين كفروا برسلنا وآذوهم. يخرج الرسول من بين أظهرهم ويأتيهم العذاب، ولولا أنه صلى الله عليه وسلم رسول الرحمة لجاءهم من النقم في الدنيا ما لا قبل لأحد به. ولهذا قال تعالى في سورة الأنفال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. انتهى. قرأها: لا يلبثون خلفك إلا قليلا، نافع وأبو جعفر وأبو عمرو وابن كثير وشعبة عن عاصم، وقرأها الباقون خلافك، كما في موقع نون للقرآن وعلومه. وقوله: دلوك الشمس، أي ميلها للغروب وهو من الزوال إلى الغروب، كما في معجم اللغة العربية المعاصرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل صلاة الجميع على صلاة الواحد 25 درجة، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الصبح. يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. متفق عليه. قال ابن العربي في أحكام القرآن الصغرى: قوله وقرآن الفجر نبه فيه على أن القراءة ركن من أركان الصلاة. وقال ابن منظور في لسان العرب: والنفل والنافلة ما يفعله الإنسان مما لا يجب عليه. وفي التنزيل العزيز: فتهجد به نافلة لك، النفل والنافلة. النفل والنافلة عطية التطوع من حيث لا يجب، ومنه نافلة الصلاة والتنفل التطوع. قال العكبري في التبيان: فيه وجهان، أحدهما هو مصدر بمعنى تهجد أي تنفل نفلا، ونافلة هنا مصدر كالعاقبة، والثاني هو حال أي صلاة نافلة. انتهى. قلت: ويعني بالمصدر أنه مفعول مطلق، وقد تعرب مفعولا لأجله. وقال الشوكاني في قوله: ومن الليل فتهجد، من للتبعيض. ثم قال: والتهجد مأخوذ من الهجود. قال أبو عبيدة وابن العربي: هو من الأضداد، لأنه يقال هجد الرجل إذا نام، وهجد إذا سهر. ثم قال: وروي عن الأزهري أيضا أنه قال: المتهجد قائم للصلاة من النوم، هكذا حكى عنه الواحدي، فقيد التهجد بالقيام من النوم. وهكذا قال مجاهد وعلقمة والأسود، فقالوا التهجد بعد النوم. قال ابن عاشور: وقدم المجرور المتعلق بتهجد على متعلقه اهتماما به وتحريضا عليه، وبتقديمه اكتسب معنى الشرط والجزاء، فجعل متعلقه
بمنزلة الجزاء، فجعل متعلقه بمنزلة الجزاء فأدخلت عليه فاء الجزاء، وهذا مستعمل في الظروف والمجرورات المتقدمة على متعلقاتها، وهو استعمال فصيح، ومنه قوله تعالى في سورة المطففين: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ثم قال: انتصب مقاما على الظرفية ليبعثك. قال محي الدين درويش: قال محي الدين درويش: مقاما نصب على الظرف أي يبعثك في مقام، أو مفعول مطلق لأن يبعثك هنا معناها يقيمك، أو حال أي يبعثك، أي يبعثك ذا مقام. ومحمودا صفة مقاما. انتهى. قلت: وقد تكون مقاما نصبت بنزع الخافض، وأصلها يبعثك ربك، يبعثك ربك في مقام محمود. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا، كل أمة تتبع نبيها، يقولون: يا فلان اشفع، يا فلان اشفع، حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود. رواه البخاري. انتهى. قال الكرماني: جثا أي جماعات، واحدها جثوة كما في عمدة القاري، وجثوة بالضم هي الشيء المجموع كما جاء في لسان العرب. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعة يوم القيامة. رواه البخاري. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبعث الناس يوم القيامة، فأكون أنا وأمتي على تل يوم القيامة، فيكسوني ربي حلة خضراء، ثم يأذن لي فأثني عليه بما هو أهله، فذلك المقام المحمود. قال الهيثمي في المجمع: رجاله رجال الصحيح، وصححه الحاكم بنحوه في المستدرك على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الخلق في صعيد واحد، فينفذهم البصر، ويسمعهم الداعي، فيقول: يا محمد، فأقول: لبيك وسعديك، والخير في يديك، الشر ليس إليك، وعبدك بين يديك، وبك وإليك، والمهدي من هديت، ولا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، تباركت وتعاليت، سبحانك رب البيت. قال حذيفة: فذلك المقام المحمود الذي يغبطه الأولون والآخرون. صححه الألباني في ظلال الجنة. وقال شيخ الإسلام في قوله نافلة لك في مجموع الفتاوى، قال ابن عباس: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها، فلهذا شرعت السنن الرواتب جبرا لما يحصل من النقص في الفرائض. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.